شو السبب الرئيسي اللي جابك المغرب؟ قلت لي السياحة. ايوا امتى؟ اش من سنة؟ سنة شهر 11 شهر 11 2021. أيوة. انت من واحد من الشباب اللي نقتو ذاك السعودي باش يتعرف على عائلته بعد ما كان موضر هنايا في مدينه المحمديه، عاود لينا شنو طراوجه؟ نهار السبت مع الصباح اختي جيت نفرش هنايا كيف العاده، تنجي مع الصباح بكري ونلقاه ماشي السبعه ديال الصباح تيغوت، اول خطره غيجي لهاد السوق عندنا هنايا ديك النهار مع الصباح بالسبت شفتو، مشيت عندو قلت لي راه الناس باقيين ناعسين راه غادي نوض لنا شويه الصداع هنا، لقيتو تيغوت واحد لي السيريا عرفتو ماشي مغربي من اللهجه ديالو بان لي سعودي، بقيت داوي معاه وداك الشيء هدنتو واحد شويه، جا ريح معايا بعد ما بغاش يريح معايا في الكروسه، ريح معايا ليه بقى مريح، قلنا لي واش باغي شي حاجه هادي، ما والو ما عطاناش، حدنا صايبنا لي كاسكرو دينا ليه برك ياكل فيه، عرفنا راه فيه شويه الجوع، واحد شويه برك يقول لي الماء، دينا لي واحد القرعه، كان معنا واحد السيد نيت هو اللي كان تيفيلمي في الفيديو، عطينا القرعه ديال الماء شرب، بقينا داوين ما داوين ما، هو باش عطانا شي حاجه اللي غيوصل شي ما عطاناش، هذاك الشيء علاش بغينا نديروا له داك الفيديو، والسيد اللي كان معنا واحد السيد راه اللي لاح الفيديو هو اللي داير الفيديو، انا ما درتوش بالضبط. او يعني انت ملي شفتيه في ديك الحاله وداك الشيء بغيتي تعاونو؟ انا بغيت نعاونو، بقى فيا بقيت معاه انا بالضبط نهار كامل، وانا تنمشي كل مره تنمشي عدو نجي نمشي عدو، تنبقى شاد معاه بقى نضحك معاه فهمتي، بقاو الناس بقاو مقابليني سي صاحبو ناس نعرفو ولا شي حاجه، انا ديك السيد باليام بحال مسطي، بقيت معاونتو حتى العشيه، وصلت هذيك الربعه ونص نقلب عليه باش نعطيه شي حاجه ياكلها ما لقيتوش، الغد ليا فاش جاو الاخ ديالو وقيلا ومرتو ومرت الاخ ديالو جاو عندي قالوا لي واحد السيد، قلت لهم راه كان البارح انا ما لقيتش الربع بحال هكا، كان من الصباح حتى العشيه معنا، قلت لهم عرفت شنو غنروح واحد البلاصه تيباتوا فيها هذوك اللي تيجيو هنا، انا نمشيو نشوف فيها، مشيت قلبت تماك ويقول لي واحد السيد راه خرج مع الصباح، قال لي راه كان تماك في دار الضريبه وخرج مع الصباح. يعني انت الفكره ديالك، انت اللي كانت الفكره ديالك ان الفيديو ديروا فيديو باش يتعرفوا على عائلته. بغينا نديروا داك الفيديو باش يتعرفوا على عائلته، اي واحد غيبان لك بحال كاكو وما غيبانش لك السيد اللي ود محمديه ولا ود بالضبط المغربي اللي تيقلبوا عليه، هذا السيد سعودي لابد 100% غيكونوا قلبوا عليه والديه ولا خوته باينة من اللهجه ديالو. يعني انت انطلقتي من عمل انه عمل انساني. عمل انساني، انا اصلا انا ما قدرتش ندير ليه الفيديو المره الاولى، انا اللي قدرت ندير ليه هي عطيته ياكل، بقى فيا عطيته ياكل، عطينا حويجات يلبسهم، بقى شاد معنا الهضره وداك الشيء، هي الهضره اللي تيقول راه ما غاتفهمهاش، بحال تيهضر معك واحد مسطي، هي فاش مره تيقول اليمن السعوديه الماء الماء الماء، ثلاثه الخطرات تيعاود الكلمه ديال الماء، بقى لي بين فودني بقى لي ديك الكلمه، صافي بقيت معاه حتى العشيه بحال هكا، كيف فاش جا الغد لي اختي الاخ ديالو مش عرفنا راه غايب، وصيت عليه الناس بزاف نهار الحد، قلت لهم وانتم داك السيد راه مليحوا الفيديو ديالو لا باليكم شدوا راه كاين الاخ والاخت ديالو، صافي هادشي اللي كاين اختي، جاو عندي مقدميه جاو عندي ناس قالوا لي اش كاين واش كاين، عطيتهم نفس المعلومات وقلت لهم انا ما شفتو بغيت نتعامل كيف اي واحد يجي هنا جيعان باغي ياكل ما عندوش فلوس نتعاونوا معاه بحال هكا. والاخ ديالو شنو قال لك؟ الاخ ديالو مسكين قال لي انت اللي لقيتيه خليه عندك في الدار سيمانه جوج تنجي عندك ونجي ندي، قال لي الا بغيتي الفلوس نصيفطهم لك، قلت لي انا ما باغي لا فلوس لا والو، قلت لي هذه الاعمال حنا بغينا نديرو في سبيل الله، هو يقول لي شكرا، واخت ديالو دايره الخمار. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.